Full sound. Sound rolling. Camera. Rolling. Annonce. Cabriolet Film Festival, 10th edition. And action. بالحرية منكون نفسنا. بلاها ما منكون شيء. الحرية منكون. فريدوم هو العنوان يلي اختاره مهرجان كابريولي لأفلام القصيرة لهالسنة، ولنضوي أكثر على المهرجان مثل كل سنة. مثل مؤسس كل سنة. المهرجان إبراهيم سماحة ضيفنا. صباح الخير. صباح النور. كيف ماشي الحال؟ أنا هلأ كثير منيح. عم بتقلنا مش مصدق هلأ، كنت عم تقول إنه صاروا 10 سنين. هو عن جد يعني بلشت إنه مسحة جدية وعشر سنين عم نحتفل. جدي. ايه عن جد هيك يعني، حتى لا بعد ما صارت جدية، لانه اذا بناخدها جدية بنعمل ستريس و لا بعد كمان يعني لهالدرجة التحضير يعني، لانه اذا منو عم نشتغل بمجال ثقافة وبمجال يعني سينما، اذا ما بدنا ناخدها بهالطريقة يعني بطل بدها فيستيفال. طيب ب 8 و9 و10 هلا جمعة وسبت وأحد، درجة ما بنقولها بالجميزة مثل كل سنة، على موعد مع أفلام جديدة لبنانية وغير لبنانية، وغير لبنانية كمان. مزبوط. تحت عنوان الحرية، شو المقصود بالموضوع؟ رح يكون في ثورة؟ لا هي هلا كل سنة نحن عم نحتفل بتايم معين بس من نطاق الحرية. مزبوط. لأنه نحن بالهواء الطلق بلاش يعني، ما في رولز بولا شكل من الأشكال بالقلب الفيستيفال. يعني هالسنة بس ضوينا أنه حطينا التايم الحرية أنه هو يكون أساس يعني مهرجان حر، يعني ما في مصاري، دخول مجاني، بالهواء الطلق، هذا المقصود. هو الحرية بس زدنا عن جد أنه دعمناها أنه هالسنة عن جد حرية، والأفلام أكيد كلها تحكي عن هذا التايم. أوكي. ومثل كل سنة بتختاروا دايما وجه سينمائي لبناني هو يقدم لكم هيك يعمل. هالسنة ثلاث وجوه. ايه ندى وزوجها ندى وزوجها وابنها. ندى ايه وإلي كمال أبو فرحات وإلي كمال وندي، يعني أول مرة عائلة بتشارك بقلب يعني الإيماج بتكون للفستيفال هالسنة. وهالسنة عم نحتفل بالسنة العاشرة للفستيفال، بقى منشان هيك حبينا، لأنه التايم حرية ولأنه بنا عن جد يعني تكون متكاملة، بقى العائلة كلها دعمت. انت اقترحت على ندى العائلة او ندى اللي اقترحت؟ كيف صارت ما فينا نخبر. اوكي هلا بعدين تحت الهواء بتقلنا. ليش؟ لا لانه عن جد ندى رائعة يعني، من اول ما اقترحنا الموضوع حتى يعني على الواتساب يعني قالت اوكي انا اوكي للكابريولي. وعن جد بنتشكر كل واحد عن جد حط انه كل كاريرتها وكل حدا بالقلب الفستيفال حط اسمه ب. طب هون بدنا نحكي عن جد هالفستيفال قد ايه تنقول متواضع مقارنة بالهيك متواضع البراءة، بس بنفس الوقت قد ايه صار عنده مصداقية كبيرة بين الأشخاص اللي بيشتغلوا بالدومين. إبراهيم اوكي هلا الدومين بدك تعطيهم يعني في الفستيفال في كريديبيليتي عالية للأفلام ولاختيار الأفلام، لأنه في ليفل معين ما يعني ما بنقدر ننزل عنه، بس البارت الانترتينمنت لأنه هو البيت تبعه، إن كان تشجيع المساحات العامة وإن كان في تام معين حول هيدا التام بنفرجي أفلام، يعني في كوز بقلب الفستيفال تنقدر نفرجيها لكل العالم، وفي بين ضمن هيدا الكوز في ليفل أفلام عن جد عالي. دايما بيقولوا لنا إنه عم نشجع اللبناني، لا ما عم نشجع اللبناني، عندهم ليفل نفس الليفل مثل الانترناشونال، بس الفرق إنه عم نختار أفلام لبنانية. في ناس بيزعلوا إنه ما اختارتوا لنا الفيلم تبعنا، بيكون منه بالتام تبع هالسنة، منه تحت العنوان العريض اللي هي مختارين. بقى منشان هيك يعني بيشوفوا هالسنة 45 بحدود ال 45 فيلم. خلينا نحكي بس عن فيلم الافتتاح لنشوف مشاهد منه. أي يلا. فيلم هو فيلم تلياني 4 دقايق، عن جد في حرية سوداء مثل ما بيقولوا، بس هيك بلاك كوميدي، بس في مسج كتير كتير قوي في أنجأ حكي بينحكى بقلبه، بس عن جد شو اسمه؟ جي با انفي دو مورير، هو 4 دقايق بس من أروع الأفلام يعني. يعني مش لأنه افتتاح من أروع الأفلام يعني، لا بس لأنه بس أصلا هلأ بنحكي عن اختيار الأفلام. يلا. اللي دايما بتفتتح المهرجانات، بس خلينا نشوف مشاهد منه. يلا. بالأول C'est pas que je suis moi. Mais qui? Mais que je suis. C'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande ici. Alors, tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu
اوكي عم نحكي عن الفيلم. بما انه ذكرت انه بنختار افلام منيحه لتكون هي فيلم افتتاح، كيف بتختاروها؟ يعني لا شك انه هو فيلم منيح فكان بالافتتاح. هلا كل الافلام منيحه، بس في بنعمل ايكوالايزر بقلب البروجرام، يعني اذا فيلم كثير بيضحك منحط من بعده دوكيومنتري بس لانه الافلام القصيره مثل ما بتعرفوا انه المود تبعها سريع وبس نقدر نحافظ على الليفل السنتيمان يكون مش هالقد اجريسيف. كم فيلم السنة بحدود 45 فيلم. كيف مقسمين؟ مقسمين على 3 ليالي. ايه بس قصدي كم فيلم كل ليله او افتتاح بحدود 16 فيلم بحدود 16 فيلم بالنهار. في افلام رح تنعاد؟ لا 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 ولا فيلم رح ينعاد، يعني كل بس ليله بيكون اللاين اب مختلف. ايه اوكي. الافلام اللبنانيه؟ افلام اللبنانيه في كل الجامعات مشاركه، في التي في سي اكيد بالاشتراك مع الجامعه الانطونيه اللي هي الاكاديميك بارتنر تبع الفستيفال. في يعني ما بدي اقول انه لانه في عن جد كل الجامعات اللي عندها اوديو فيجيال شاركت افلامها بقلب الفستيفال. والفستيفال دائما ما مننقي اخر شيء عملوه التلاميذ، يعني هالسنه البرودكشن يير فينا ننزل 10 سنين لورا، بس المهم يكون عنده تام العنوان، مهم التام ومهم الليفل تبعه يكون عن جد مظبوط. بالنتيجة الفيستيفال اللي بيشتغل بالأوديو فيجيال أو بالدومين كله السينما راح يكونوا موجودين بالفيستيفال. البيت تبع هالفيستيفال الجراوند بيبليك الأكبر اللي جاي بمظلة انترتينمنت اللي خلقها هيدا الفيستيفال بس يحضروا هالأفلام. طيب إبراهيم، من 10 سنين لهلأ كيف نظرتك تغيرت؟ كيف أنت صرت ما بعرف تعتبر أنه بتقدر تقيم فيلم؟ لا هلأ شخص واحد ما بيقدر يقيم فيلم، بس أنه أنت شخصياً أنه كيف صرت تنظر يعني للأفلام؟ واحد بس يطلع بفيلم بالنظرة بالبوينت أوف فيو تبعه إذا يا بيأثر فيه يا لا. منشان هيك بيكون في كذا شخص عم يختاروا الأفلام، لأنه ما فيك إذا تكون موضوعية. إذا أنا تأثرت بالفيلم فيها جوال ما تأثر بالمرة بالفيلم، في كتار تتعرف عليهم بالفستيفال. لا هي ميتافور. طيب لا بس سوري، الاكيب كنت عم تقول لنا هن كثير بفضل نتعرف عليهم بقعد درج بقلب الفستيفال. اوكي في اشخاص رح يكونوا حاضرين لعروض افلامهم، يعني اكيب العمل؟ الاكيب العمل اكيد كله رح يكون بقلب الفستيفال. اجانب هالسنه ما قدرنا نجيب حدا من برا هلا لضرورات ماديه مثل ما بيقولوها، بس بالنتيجه نحن مكملين. هاي الاساس يعني. برافو. في عنا فيلم ثاني، خلينا يلا نشوف. خلينا نشوف الفيلم. مارلون، هذا مارلون. كم فيلم تقدم؟ بحدود ال 600 هالسنه كمان. قدرتوا كلهم اللي قدرتوا نقيتوا؟ مع الانترنت السريع بلبنان، لانه هلا صار فينا مع القانون الجديد الاجنبي بطل لازم يبعث هارد كوبي، صار في يبعث اونلاين لينك وبقى نحضره. بقى نحضرهم كلهم. حضرتوا كل هول الافلام؟ كلنا نحضرهم. من ايمتى بلشتوا تحضروا؟ في فتره من الفترات، يعني من 3 اشهر ما بنعمل شيء غير بس نحضر افلام. هو السبمشنز امتى وقفتوا وين للاشخاص اللي قدموا؟ 1 ابريل من بتكون الديدلاين، بس من هلا يعني بس يخلص فيستيفال بعد 3 جميع بنفتح الكول فور انتريز ل 1 ابريل دائما. بس بتعرفي الدايركتورز مرات فيهم قله خاصيه شوي، بيبعتوا قبل السبمشن بجمعتين ثلاثه، بقى بقبلها ببلش خلص ما بنعمل شيء بحياتنا. يعني ماشي ما بنعمل شيء بحياتنا غير هيدا. بوب كورن يا هلا مرت الجاي رح نحط اكيد بوب كورن بالفستيفال. في بوب كورن بدكم شركه تعملكم بوب كورن اذا 600 فيلم اجباري هيك، لانه ما عن جد ما بنعمل شيء غير بس عم نفتح لينكات ونحضر افلام ونحطهم على الاكسل. هلا سنتي اكيد اكثر بتحطهم اكثر. طيب خلينا نحكي عن جمهور كابريولي، كنا عم نحكي انه هو مش بس الاشخاص اللي بيشتغلوا بهيدا المجال، هو كمان للجمهور هيك بشكل واسع. هو هيدا الاساس يعني. وهالقد مهرجان عفوي، يمكن خاصه الموقع اللي انتم فيه اندرج معقول، يمكن اشخاص جايين يسهروا
تعا يلا بنقعد شوي بنحضر أفلام و... هي المشكل هي اللي بيقولوا إنه تعا نحضر فيلمين ونروح هي بيعلق كل الليلة بيسهروا لأنه بيشوف فيلم إنه 3-4 دقائق بعدين 15 دقيقة بيصير إنه ناطر الفيلم اللي بعده كمان كمان رح نشوف كوز أكتر فيها أو نشوف بنفس التيم يعني ناس بغير كولتور عم يحكوا بنفس التيم بطريقة مختلفة جدا يعني اللي بيقول إنه جاي أحضر هيك ساعتين أو ساعة وفل بيكون مغلط ولا مرة زبطت يعني ولا مرة زبطت. في أنيميشن؟ في كتير أنيميشن هالسنة كتير كميات أنيميشن والسنة عنا كولابوراسيون مثل السنين اللي قبل مع السفارة التلينية وعنا أفلام كتير تلينية مثل فيلم الافتتاح وعنا كتير كولابوراسيون مع السفارة السويسرية وعنا كمان فيلم الختام بيوازي نفس الأهمية. هلأ كلهم مهمين وكلهم على المستوى المطلوب بس لنقدر نختم بمسج معين منشان اسمه دريم فيلم لبناني بس لنقدر هيدي الإكوالايزر نقدر نخلقها ودايما آخر فيلم بيترك question mark كتير كبيرة إنه شو اللي عم بيصير معنا. اوكي قد ايه صعب عليكم بوب انه اول شيء تختاروا الافلام من بين 600 فيلم؟ هيدي اصعب شيء بالفستيفال وانه تحطوهم ضمن برنامج تتعملوا اكليب اللي عم تسالوه. هيدي بس نختار الافلام اللي هي حرب بحد ذاتها بصير في حرب ثانيه بصير في حرب ثانيه بس نقدر للبروغراماسيون هيدا الاول هيدا الثاني هيدا بعد البريك هيدا قبل البريك هيدي عن جد بتاخذ كثير 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 وقت. اوكي موعد جديد لكابريولي فيلم فيستيفال ب 8 9 و10 شهر واللي بيروحوا على الفستيفال وبيشاركوا بيعرفوا انه العروض بتبلش 8 و8 مش على الاقل. اوكي ابراهيم سماحه مؤسس مهرجان كابريولي فيلم فيستيفال اهلا وسهلا فيك عقبال المية. ثانك يو سوا اهلا وسهلا ثانك يو. ضمن الافطارات الرمضانية خلال الشهر الفضيل نظمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية بلبنان دار الأيتام الإسلامية افطارة سنوي للسيدات مناسبة بتجمع الفعاليات النسائية السياسية والاجتماعية تحت عناوين الخير والعمل الإنساني. تقرير تجتمع فيها الأيادي البيضاء على حب الخير والعطاء ومساحة تلاقي للسيدات لمشاركة المفاهيم الإنسانية اللي بيحملها الشهر الفضيل مع كل عام. فتحت شعار رمضان همسة وصل نظمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية بلبنان دار الأيتام الإسلامية إفطار رمضان السنوي للسيدات بمطعم البافيون بالبيال بحضور نخبة من السياسيين والرسميين والداعمين لنشاطات المؤسسة. هالإفطار اللي تضمن عروض مسرحية وفنية لأولاد دار الأيتام. كل سنة برمضان يعني هذا نهار الفرح والعطاء بننبسط كتير بنشوف الأولاد نجتمع فيهم نظهرهم شاوير وكلهم يعني هذا شهر مفضل بكل السنة كتير بيعني لي إفطار دار الأيتام. يعني لو ما بدي أظهر لمطرح بظهر على إفطار دار الأيتام وإفطار صندوق الزكاة مشاركة إنسانية وبتحس فيهم ومؤسسة اجتماعية شغالة تستحق التقدير وهذا كتير حلو برمضان إنه يشارك يساعد اليتيم. أهم شيء غير التبرع أنه بتجمع أهل بيروت كله بتجه العالم بتشوف بعضها كمان. نتمنى أنه كل سنة ينعاد ويكون في سلام بلبنان والسلام بكل بالقلوب وبالبلد. اليوم بهذا الإفطار بتتجدد ثقة المجتمع بدار الأيتام. السيدات الكريمات اليوم جايين يأكدوا على دعمهم للمؤسسات. اللي حنشوفه اليوم هو فعلا دليل على أنه رمضان هو همزة وصل لفعل الخير لأنه حتشوف كيف الناس بتحب أنه تكون عم تحضر إفطارات دار الأيتام الإسلامية. رمضان ما بيمرق بدون ما تذكر فيه دار الأيتام ولو بكل يوم تقريبا على أفعالها الحلوة. أحلى موظفين عشنا سنين احنا وياهم مع المجتمع ومع الناس والاحتكاك بالعالم والشغل كفريق واحد هذا كله بيتعلمه الواحد من دار الايتام. عمو يا عمو رضوان بكره رح يبدا رمضان عشان اعطينا الفواريخ تندور اللمه الحلوه. كان عم طبخك رمضان كريم.